المملكة المغربية. من هناك القارئ الشيخ معاذ الدويك. أهلا وسهلا شيخ معاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بالشيخ معاذ وحياك الله وبياك ويا مرحبا. الله يبارك فيك، جزاك الله خيرا، بارك فيك وشكرا على هذه الاستضافة المباركة. طيب الشيخ معاذ، بودي أول شيء يعني أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك هذه العشرة المباركة ونعينا فيك فيها وإياكم على الطاعة. أكيد اعتدت في رمضان على صلاة التراويح وإمامة المسلمين في المسجد، لكن المشاعر الآن اختلفت وفق هذه الظروف، نسأل الله عز وجل أن يعني يزيل هذه الغمة وهذا البلاء. حدثنا عن هالشعور اللي فقدته في رمضان هذا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فطبعا يعني في هذا العام جاءنا رمضان في هذه الأوضاع المختلفة تماما عن الأعوام الماضية. يعني جاء في البلاء والوباء، صحيح، نسأل الله أن يرفعه عنا قريبا، آمين يا رب. فافتقدنا تلك الأجواء الروحانية والربانية، أجواء صلاة التراويح في المساجد والتجمعات القرآنية وحلقات الذكر. لكن الحمد لله ديننا فيه فسحة، الصلاة في البيوت كذلك يعني لها أجر الصلاة في المساجد، ولله الحمد، هذا قدر الله تعالى، فنحن راضون به، ونسأل الله تعالى يرفع عنا البلاء قريبا إن شاء الله. آمين. شيخ معاذ، أكيد لك تجربة أثناء جلوسك في البيت كمراجعة للقرآن كورد، ممكن نحن نستفيد من هذه التجربة، حصلت مثلا في المنزل مع الأهل، يستفيد منها مشاهدين. نعم، في فترة الحجر الصحي هذه طبعا قبل رمضان، في رمضان لابد يعني للإنسان أن يستفيد وأن يغتنم، نعم، وأن ينتهز هذه الفرصة الثمينة التي لا يعني لا يجدها في الأيام التي تحضر عن دائما، فإنها في تحصيل ما فاته، نعم، من العلم، وأن يعني يزيد صحبة للقرآن الكريم في هذه الأيام، وأن يختم عدة ختمات يعني يا سلام أكثر مما كان عليه من قبل في الأيام العادية. طبعاً نعم، القرآن الكريم لابد أن يعني يحاول الإنسان، يحاول طالب العلم بالضبط يعني أن يحصل عدد من المتون العلمية التي تنفعه في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله بإذن الله تعالى. طيب شيخ معاذ، سعدنا حقيقة بك وبالتواصل معك، وشرف لنا كذلك، وانت لست بغريب على الشاشة، كنت ضيفا معنا من مملكة البحرين في أثناء مشاركتك في مسابقة القارئ العالمي. يسعدنا أن نختم معك هذا اللقاء بتلاوة عطرة من كتاب الله عز وجل. إن شاء الله أبشر. من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين.
والذي يرسل الريح نشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل آبا قال سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ما شاء الله صدق الله. ما شاء الله شيخ معاذ، شيخ معاذ كنت تقرأ بأي قراءة؟ تقرأ برواية السوسي؟ قراءة الكسائي. نعم؟ قراءة الكسائي. بقراءة الكسائي، أحسنت شيخ معاذ، شكر الله لك وسعدنا بك بهذه الكلمات وهذه التجربة الجميلة التي عشتها في رمضان وأيضا بهذه التلاوة التي ختمت بها من مملكة المغرب القارئ الشيخ